الله تعالى وبركاته في يومه 20 شتنبر 2022 نتقدم بجزيل الشكر للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المحلي للدار البيضاء الذين قاموا بمجهودات جبارة وقدموا لنا الدعم والمساندة والمؤازرة حتى تحقيق الهدف والتوصل إلى الحل الوسط بين أساتذة وأطر التعليم الخصوصي بمؤسسات مجموعة مدارس التواصل والمشغل والسيدة المديرة الإقليمية للشغل. نتقدم بجزيل الشكر مرة أخرى لهذه النقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لأن هؤلاء الأعضاء ويعني أعضاء هذه المؤسسة يتمتعون بنزاهة كبيرة ولا يتخلون على المظلومين إلى أن يصلوا بهم إلى بر الأمان. مرة أخرى شكرا جزيلا للنقابة الوطنية، وأشكر يعني خاصة السيد حسن تيمورية الذي قدم كل الدعم النفسي قبل المادي، وأيضا نشكر السيد مصطفى سرنوس الذي أيضا قدم لنا الدعم ووقف وقفة رجل واحد. شكرا جزيلا لكل، والمديرة الإقليمية السيدة أمال التي أيضا ساندتنا ووقفت، وكل أعضاء النقابة الوطنية. وأتمنى إذا نسيت اسما أو فردا ما من النقابة أن أتقدم به السماح. إذا شكرا جزيلا لكم.